بقول مر، لأنه الفيدرالية ذاتها معرفتها صعب وتعريفها صعب شوية بالنسبة لنا إحنا في السودان، وفي حاجات دايرين نمرق منها، في مرض دايرين نمرق منه، وفي كذب دايرين نمرق منه. يعني بقول لك كذب، كيف الكذب؟ شنو هو الغش الموجود في داخل الساحة السياسية السودانية؟ يعني ليه انت لما داير تيجي تتكلم في شخص معين في داخل حكومة الثورة، أو في داخل المؤسسة العسكرية، أو في داخل أي جسم من الأجسام الموجودة، بيطلوك أنك أنت كوس؟ ده بحد ذاته منهج جديد وسيء جدا. طيب المنهج ده المستفيد منه منه؟ منهج انك انت لما دار تقول أي كلمة الحق وبيجي يقول لك كوز، او يجي يقول لك لا لا الزول ده يعني كان شغال مع الناس ديل مثلا، خلاص ده كان شغال قديما. طيب اذا نحن رفضنا الناس الشغالين زمان، حكومة الثورة كيف؟ يعني انت ممكن ترفض انسان اشتغل في الحكومة دي كان عسكري او كان محافظ مرفوض وترضى انه تشتغل مع صادق المهدي؟ واحد، لا يمكن ترفض الانسان ده انت اصلا وتقبل البرهان. لا يمكن ترفض الانسان ده انت وتجي تقبض منه تمسك حميدتي. طيب اذا انت ما داير شراكة، ناس تشاركك في الرأي، يعني الكلام ده أنا بقوله لأخواننا الثوار وللناس، في حاجة اسمها في الثورة السودانية دي في صفحة اسمها محاربة الكيزان المندسين، هم ذاتهم أنا موجه لهم هم السؤال. الناس اللي عاملين الصفحة دي أنا إحنا بنعرفهم ناس يعني ناضلوا في الثورة السودانية دي من زمن متاريس الغضب، يعني من 2012 كويس، وبعد ذلك جاءت 2013. ما بنخونهم، لكن بنخون السلوك، انا بخون السلوك اللي هم ماشيين بيه. يعني انت ما ممكن اصلا ترضى بحكومه فيها احزاب سياسيه والناس كان بتطبل للمعتمر الوطني، الامن الداخلي والامن الخارجي كله من حركه الاسلاميه، والجيش نفس الناس اللي بيطبلوا للحركه الاسلاميه، وتجي ترفض كلام الانسان اللي بيقول لك النصيحه في اللايف ده تكوزه وذاك تعظمه، يبقى معناته ديل شنو؟ خطين ما متوازيات بصراحه كده. يعني التحيه لك يا اخونا الأستاذ علي حسن حسين، لك التحية والاحترام، تحياتنا لك وتحياتنا للأسرة الكريمة إن شاء الله. طيب الفيدرالية الحقيقية شنو؟ الفيدرالية دي أنك أنت في الفيدرالية تدي أي زول يقول رأيه، أي إنسان تأدي حقه، أدي حقه الأدبي، يعني هو يقول رأيه فيك أنت، أخطاعك شنو أنت يتعلم منه، لكن ما أنه خلاص هو مثلا أنا الليلة بجي أتكلم في حمدوك، حمدوك الحق انه السوار يتكلموا في حمدوك، في دكتور عبد الله حمدوك من الحق انه يتكلموا فيه، لانه ده حكومه الثوره، الحكومه بتاعت الثوره بتمثل في حكومه الثوره، لما تجي تتكلم فيه يقول لك لا ده من المندسين. طيب سؤال، صادق المهدي كيف؟ ما انت ما ممكن تاب الدبيب وتشيل جلابيته، يعني انت اثنين فيهم بس، اما تشيل الدبيب ده بجلابيته يا اما انك تشيل الدبيب، ما تشيله كله كله، يا ما تشيل الدبيب. لكن انت ممكن تقبل احزاب السياسيه كلها كويس، والمنظومه اللي كانت قاعده في الحركه الاسلاميه دي، وحزب الشيوعي بذات نفسه، الحزب الشيوعي ده جاب الحركه الاسلاميه سنه 73 74 75 كويس، والاحزاب الحسيه هذه قاعده اللي انت عرفتها دي كلها شاركت في عباده جماعيه في السودان، سواء كان حزب الشيوعي شارك في عباده جماعيه في السودان، شارك وعباد ناس في الجزيره ابا، تاريخه سيء مديون بالنسبه للشعب السوداني حزب الشيوعي. طيب تعال نجي نشوف الحزب الامه، حزب الامه مديون للشعب السوداني بالتهاكات كثيره جدا، وبدا العباده الجماعيه في سنه 87 88 سواء كان في بابا نوصه لما حرقوا اهلنا الدينكا في بابا نوصه وفي الضعين كويس، وخليك من انه المنظومه الحسي قائمه بتاعت الميليشيات. طيب انت كيف انك تقبل ميليشيات ان احنا مرقنا من ضدها، مرقنا عشان انه نوحد الجيش السوداني والميليشيات دي كلها تكون داخله موجوده داخل المؤسسه العسكريه السودانيه، تقبل دي تكون هي حنينه لك،
الناس اللي كان بيبيدوا والبيغتصبوا والبيغتصبوا البنات في الشارع والبيسوا اي حاجه ديل يكونوا هم اولياء الله الصالحين، والانسان المرفوض من قوات الشعب المسلحه او الانسان كان شغال مع النادر مثلا في الجامعات وخلاهم مثلا. يعني انا من اضرب المثل ده لكل الناس اللي حسي حاليا الناس بتحاول بتجرمهم. انا داير اعرف انت بتجرم، انت بتضحك على نفسك. السياسه دي نحن ما رجعنا ليكم في الفتره الفاتت لانه دايرين نوصل الثوره دي لمرحله معينه. الثوره دايره وعي تام عشان انت ما تجي تلعب بملف انك اي زول تجي تقول والله يا اخي دي صفحه بتاع شنو كيزان المندسين. ما في كيزان اكثر من الموجودين في وزاره الداخليه، ما في كيزان اكثر من الموجودين في وزاره الخارجيه، ما في كيزان موجودين في اكثر من امن الداخلي وامن الخارجي. كله انت جبت منه، انت كثوره انت جبت منه صفحتك انت هذا، انت هسه ماسك الصفحه دي انت جابك منه. امن الداخلي هسه بتاعك ماسكينه الحركه الاسلاميه، الامن الخارجي ماسكه الحركه الاسلاميه، اين انتم؟ يجب علينا نعرف الكلام ده كويس عشان اذا دايرين نبني دوله لازم تكون في فيدراليه حقيقيه وتدوا اي انسان يقول رايه والناس تسمع لاي انسان، نحن نسمع لاي زول عشان نبني دوله حقيقيه. ما نجي نقول لك والله لا انت كنت كده وانت كنت كده وتعال تخون الزول الخاين ده تطلعه باثباتات. تطلعه بالاثباتات انه هو خام في كذا، مش مشى ولا لست خلاص هو ده خاين ومندس. لا انت ما جبت المندسين ذاتهم خطيتهم معك انت، طيب انت المندسين ما خطيتهم معك انت ما داب الناس. نحن هسه حاليا انا حامد خلافي مع الدعم السريع وخلافي مع الاجهزه دي دايره كلها تكون في داخل مؤسسه واحده، مؤسسه عسكريه واحده. كويس، وما بنتراجع من الكلام ده بالمناسبه مهما يكلف. حتى لو انت معنا لاي منظومه من المنظومات السياسيه يوم من الايام برضه درايه ما حنتراجع منه تماما. فيجب علينا نحن نعرف الفيدرالية في جمهورية السودان، والفيدرالية دي بمعنى شنو؟ بمعنى انه راي وراي الاخر، يعني انت تحترم رايك وتحترم راي الانسان اللي بيتكلم عنك وتقبل النقد. النقد ده انت لازم تقبله، لازم تقبل النقد عشان تبني دولة، دي الفيدرالية الحقيقية. لكن الان نحن في شعر الثورة السودانية ما بنقبل النقد. اي زول بيتكلم لو بيتكلم كلام صح بتجي انت شنو بتجي بتدقه بتفلقه بتفلقوا انه شنو عشان قبل كده مثلا اشتغل مع الكيزان. كويس، قلنا عثمان زنون مثلا، عثمان زنون انا ما بتفق معه والنادي كله ما قاعد اتفق ولا انصرافي كلهم بطلع قاعد ادقهم ما قاعد اتفق معهم، لكن داير اوديك بديك معيار واحد انت كصوري تعال شوف كلام عثمان زنون اللي قاعد يقوله في فتره بتاعت السنتين هل اتحقق ولا ما اتحقق؟ سؤال. وانت جايب بينك امام الله سبحانه وتعالى، ما قصه انه كان مع الترابي، لانه ناس الترابي كلهم هم ديل الكباشي اللي جابوا الترابي الان انت بتحييه؟ ما كباشي جابوا الترابي انت بتحييه؟ طيب كويس، انت ما ممكن حميدتي ده كان شنو؟ ده كان عبد الحركه الاسلاميه، ديل كانوا ناس اللي بيدقوا لهم بالطياره وهم بيمشوا بتحت، انت فاهم القصه دي ولا فاهم؟ طيب كيف يكون اشرف من زنون او يكون اشرف مثلا من 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 اي واحد ثاني من السوار ديل؟ ما ممكن اصلا، ما هم ديل كلهم زي ده، هم الكلب بعشهم يعني. فيبقى انه نحن لازم نقبل، لازم تقبل انت يا تكون كذاب يا تكون انك انت كذاب، لانه انت بتضلل الشارع السوداني وتضليل الشارع السوداني انا حامد ما بقبله. بوريك اريد يوم واحد قلت لك اي انسان ماشي في الشارع ده صح احنا ما عندنا معك شغله، لكن انت بالسودان انا ماشي خطا انا بطلع اي ماس زيتك بدقك لما شيطانك يبرم، ما عندي لك اثنين ثلاثه. ليه؟ لانه انت متكذب، كله متكذب. صفحه بتاع المندسين اي كويس اجاب الحكومه دي حكومة دي جابت الحركة الإسلامية، رأيكم شنو انتم؟ أطلعوا قولوا لا عندي دليل على ذلك، وبقول لك هالسيدة دليل على ذلك مشيتوا احتويتوا الأحزاب السياسية اللي كان بيصفق لعمر حسن أحمد البشير، دليل على ذلك مشيتوا جبتوا الأساكر ذاتهم اللي كان بيقتلوا الناس، دليل على ذلك لحد يوم الليلة ما حققتوا ولا نقطة واحدة بتاع السلام، عندكم سنة في جبهة، دليل على ذلك لحد هسي قطعتوا النسيج الاجتماعي السوداني كويس ولحد يوم الليلة ما لميتوا ولا في الثورة حقتنا ذاتهم. دليل على ذلك ان الثوره لما تطلع لسه بتندق بومبان. دليل على ذلك السكر والزيت والحاجات دي لحد يوم الليله الثوره قالوا نجحت واسم السودان ما رفع من قائمه الدول الراعيه للارهاب. دليل على ذلك لحد يوم الليله احنا مؤجرين ايجار كامل، لا رخصه دوليه ما عندنا مؤجرين من مصر، والان عملنا ساب كونتراك مع مصر ما معروف تكون 100 سنه ولا 50 سنه، الحكومه ما طلعت ورد الاتفاقيات كم؟ يعني انت ممكن دولتكم هسه بتقولوا هذه لا يمكن دوله تبيع الصادر حقها لدوله ثانيه، يعني الليله انتوا هسه الاتفاقيه اللي عملتوها دي بينكم وبين مصر الحكومه اللي عملتها حكومه حمدوك اكبر خطا، المفروض حكومه حمدوك ما تعمل اي صفقه مع المصريين لحد ما يتم سلام جوبا ويشكل المجلس التشريعي وتجي الحكومه المنتخبه بعد ذاك هي تشوف مصلحه الدوله وين واسم السودان الرفع من قبل. انت ما ممكن يعني الصادر حق الدوله بتاعك تعجره لدوله ثانيه، دي منطقه انتوا دايرين تورونا به. نتفق نبني دولة، لكن لا ممكن نتفق ندمر دولة. أنا معاك
انا انت نتفق نبني دوله، دوله تشيلنا كلنا، تشيل صالح، موسى، محمد، فاطمه، مريم، كلثوم، زهره، مي، كلكم تكونوا سوا، وزي المدرسه يكون واحد، ما في زول بيسكن في 216 متر وفي زول بيكون ساكن مثلا في 1500 متر. دوله دارينا دوله، دوله السياده، دوله القانون، دوله الحريات الحقيقيه، الحريه الدينيه، وليس الحريه العرايا والحفايا. انت فاهم القصه دي ولا ما فاهم القصه دي؟ عشان ما تقول حريه، حريه دي ما لها حريه ثانيه، حريه دينيه. الشعب السوداني ده عنده كرم، عندنا كرم اساسي ما دارين نمرق منه، ما بمعنى انه الحريه دي عشان البيت بتمشي عريانه، ابدا. دي ما الحريات اللي نحن دي ما حنصفق عليها، ما في زول بيقبل بالكلام ده اصلا. عشان ما تخشوا الناس، ابقى الثوره دي دايره شغل. الان في صفحه، الصفحه دي اتمنى انه الادمن بتاعنا، الادمن حقنا ناس معروفين بالنسبه لي انا حامد. المفروض الناس تراجع الكلام ده كويس. تمشي تراجعوا الصفحه دي، تراجعوها الناس اللي كانوا موجوده في السعوديه والان مرقت من السعوديه ادمن، ما هقول فلان الفلاني. ومن الثوار المعروفين ادمن في داخل الصفحه دي. الكلام اللي بيسووه فوق ده ما بودي الثوره اللي قدام. يجب علينا كلنا نخط يدنا مع بعض. يجب علينا كلنا ما نخون اي زول، يا اما نخون الناس كلهم، اذا دارنا نخونهم نطلع بمليارين نشيل المجلس العسكري وحكومه حمدوك وكل البتاع ده، والدبيب ده نقتل الزت، نجيبكم انتوا ذاتكم دي للثوار دي تيجي ترقوا في الثوره دي. وده كلام قلناه زمان ورفضتوا الكلام ده، كلكم رفضتوه بكل الجروبات اللي قعدنا معكم. قلنا لكم الدوله دي ما داري انسان خبير اقتصادي، داري انسان خبير امني، زول بيعرف وعنده ولاء لجمهوريه السودان. دوله ما عندها ولا حق التصنيع، اللي انت كبريت ما قاعد تصنعه يا اخي، صابونه غسيل التصنيع حقها ما عندك، بديباجه شغال بديباجه الاماراتيه. ليه ما تكلمت في الكلام ده؟ ليه ما تكلمت؟ وليه الناس اللي بتتكلم في الكلام ده انتوا يا ريت تقفلوا افواههم؟ لشنو يعني؟ ولا مصلحه من انتوا؟ الثوره دي لازم تتصحح، والكلام ده ليكم انتوا يا سوار. الناس لازم توحد يدها مع بعض. انا بقول لك الناس تتوحد من ادري لحد حلفه لحد بورسودان، الناس لازم تخد يدنا مع بعض عشان تمشي لقدام، عشان تبني دوله حقيقيه، دوله المواطنه، دوله السياده، بدون اي جبن وبدون اي انتماءات سياسيه. ده الكلام اللي احنا دايرينه ودايرينه يمشي لقدام. لكن ما تعمل لك صفحه وتخون فيها الناس. الليله انت خونت الناس دي كلهم انت خونتهم، خونت زنون كويس كويس وشلت حميدتي، ها القاتل شلته انت، ده مكان كويس سياسي خليته صح كويس، كلام جميل. رايك شنو انت هسي؟ رايك شنو في البرهان؟ رايك شنو في اسم ده في اخونا الكباشي؟ رايك فيهم شنو انت النازل؟ انت مازول متعلم يا اخي، انت مازول كادر محل. يوم من الايام كنت بتجري من المؤتمر الوطني ده، وكلنا ما خدمنا المؤتمر الوطني، ما في زول خدم المؤتمر الوطني ده، بيتكلم بيطلع بيتكلم هنا خدم المؤتمر الوطني، ما في. كلنا كنا في صفوف القوات المسلحه، ما كنا تابعين للمؤتمر الوطني ولا خطينا يدنا مع المؤتمر الوطني. عشان اي زول لازم تعرف الحته دي كويس انت. والنضال ده هو درجات بالمناسبه، لكن ما تعمل لك صفحه وتقعد شنو تشيل في ناس عاي، في ناس مجرمين في داخل الثوره دي نحن بنعرفهم، في ناس بيكسروا للدعم السريع بنعرفهم، في ناس عندهم اجندات انه عشان ياكلوا ويشربوا بنعرفهم. ما صور انا برضه، انا برضه من ضمن الناس طلعت دقيت ناس. واي زول بيلف بدور في الثوره دي بطلع بدقك، بكره بدقك، ولسه هسه عندي كوم داير ادق ناس تجاه نيرتدي، مشوار بتاع نيرتدي ذاته عندي كوم داير ادقهم، قريب ده حدق ناس ثاني من جديد. انا اوريك عديل، عشان انت كمواطن لازم تعرف الكلام ده كويس. واي زول بيلعب في الثوره ده انا بدقه، بدقه لما الشيطان يطلع. جبت كم باص؟ جبت كذا باص، الباص بكم؟ الباص بكذا. اطلع مؤتمر صحفي ورينا انه انت قروشك كم. المشى الطبي للدعم السريع منه اللي كان شغال، انت بتبيع في المويجات الثوره دي، بقيت الان انت ثوري، اي كويس مرحبا بك انت ثوري، قدمت شنو؟ ولا انت قاعد بين كردفان ودارفور وقاعد تلعب بيضه بين حجرين؟ دي برضه احنا برضه هنتكلم فيها. ما عندنا زول احنا بنجامله في البلد دي، ما بنجاملك، لانه احنا دايرين نبني دوله، ما دايرين نبني، ما دايرين نبني حاجه معينه، دايرين نبني دوله ودايرين فيدراليه. انت عندك حاجه اطلع رد، رد طوالي، عندك حق انك تطلع ترد. ما ردد اي معناته انت الشغل ده طازم فيك، ما يجي يقول لك لا ما ترد للزول، لا ترد. اي زول خطيت له فاس في راسه ترد، ما ردد بيجيك يوم ثاني بردمك، لانه انت عندي لك ملفات. واي زول دقيته، اي زول دقيته في اللايف خليه يمشي يراجع نفسه. ما عندنا لكم حاجه. الثوره دي اللي بيمشي معاي صح، انت زول وطني، انا معاك ليوم الدين، دايرين نبني وطن فقط. زمان وكي كنا في الجيش كان من دك كفوف، لكن هسه ما في كف، هسه في فيدراليه يا فرد. الكلام ده طبعا بنقول للضباط، الناس الضاقت يدينا ولسه ما ماتت يعني. فيبقى انه الثوره دي
دايرين فيدرالية. فيدرالية دي انك انت ترضى بي انا وانا ارضى بك وانا اسمع رايك انت حتى لو شيء لازم استمع له. ليه؟ بعد ذاك انا اجي اناديك اديل اقول لك والله يا اخي تعال كلام انا قلته ده انت ما فهمته. ما فهمته؟ قال اي فهمني له. الصورة بتكون كده 1 2 3 4 5 6 لكن انت ما ممكن تمسك الدبيب ها وتجي تابع باقي الناس. انت ماسك الدبيب ذاته تنبس في ناس في الناس ديل مندسين وديل مندسين. طيب انت ماسك الحركة الإسلامية ذاتها قاعدة مقعدة معاك يا فردة. انت ما ممكن تمسك حميدتي وتمسك المؤسسة العسكرية كلها وتمسك الشرطة ضباط الشرطة بتاع الحركة الإسلامية كلهم. هسي الأمن الداخلي والأمن الخارجي ديل منو؟ ما نفس الناس. الأمن الخارجي اليوم الليلة قاعد حركة إسلامية. أرفعوا يدينكم أنتوا يا سوار. ليه هسي أنا بتكلم معك الأمن الخارجي كله نفس الحركة الإسلامية. القاعدين